النشرة الرئيسية من الفضائية التشادية، أهلا وسهلا بكم. شارك فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في اختتام أعمال مؤتمر أمن وتنمية الحدود السودانية التشادية إلى جانب نظيره السوداني. التفاصيل لدى أحمد ياسين. في تمام الساعات الثانية ظهرا بتوقيت مدينة الجنان السودانية، هبطت الطائرة الرئاسية التي تقل رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والوفد المرافق له بمطار الشهيد صبير الدولي بالجنانة للمشاركة في مؤتمر أمن وتنمية الحدود التشادية السودانية. وكان في استقباله الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير والوزراء المشاركين في المؤتمر من الجانبين التشادي والسوداني وسفراء البلدين وحكام الولايات الحدودية لتشاد والسودان وقائدي القوات المشتركة وقادة أركان جيوش البلدين. وبعد مصافحة رئيس الجمهورية لمستقبليه، فقد توجه الرئيسان إلى المنصة الشرفية لعزف النشيدين. هذا وقد شرف الرئيسان ديبي والبشير الجلسة الختامية لأعمال مؤتمر الأمن والتنمية للمناطق الحدودية المنعقد بمدينة الجنانة عاصمة إقليم غرب دارفور. وخلال أعمال المؤتمر، فقد تحدث حاكم إقليم غرب دارفور فضل المولى الهجاء مرحبا بالزعيمين إدريس ديبي إتنو وعمر حسن أحمد البشير على تنويرهما وتشريفهما لمدينة الجنانة. كما تلي البيان الختامي من قبل رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدكتور حامد محمد ممتاز، والذي خرج بتوصيات طموحة تلبي تطلعات الشعب التشادي والسوداني عامة وسكان المناطق الحدودية على وجه الخصوص. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أشاد في خطابه بتميز العلاقات التشادية السودانية، والتي وصفها بالعلاقات الشعبية القوية المتمثلة في علاقات الدم والصلة والأخوة والتصافر قبل العلاقات الرسمية والدبلوماسية. أما الكلمة الختامية فكانت للرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، والتي عدد فيها القواسم المشتركة بين تشاد والسودان كالعادات والتقاليد والأعراف، مشيرا بنجاح المؤتمر والذي يعد جسرا للتواصل والتعاون الأمني والعسكري والاقتصادي بين تشاد والسودان. هذا ولقد تقدم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في اختتام أعمال هذا المؤتمر خطابا أشار فيه إلى التعاون القائم والمشترك بين السودان وتشاد. جزء من هذا الخطاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود في البداية وباسم الوفد المرافق لي وباسمي شخصيا أن أعبر عن شكرنا العميق وامتناننا للسيد رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير وحكومته وللشعب السوداني قاطبة، وخاصة أهالي مدينة الجنينة لهذا الاستقبال والحفاوة التي استمتعنا بها منذ وصولنا. شخصي والوفد المرافق استمتعنا حقيقة أن نكون بينكم في هذه المدينة لحضور هذا المؤتمر الأول عن الأمن وتطوير الولايات الحدودية بين البلدين. أود أن أهني أخي رئيس الجمهورية عمر البشير لأنه كان قد أخذ مبادرة هذه الفكرة والحدث، وأشكره على طيب التنظيم والنجاح. الحشد لمواطني سكان هذه الأقاليم الحدودية بين البلدين، والذي جاء بشكل تلقائي يسجل في الواقع عمق العلاقات، علاقات الجوار وعلاقات الدم بين البلدين، والتي تتجاوز الحدود الجغرافية. في هذا الصدد لا أحتاج إلى أن نذكركم بأن العلاقات التي تعتمد على الجغرافيا والتاريخ والثقافة والواقع الاجتماعي
بين البلدين وبين الشعبين هي تقوى ويوما بعد يوم بناء على الحكمة والحكمة السياسية التي تجمعنا يوما بعد يوم لتعزيز هذه العلاقات. إن إنشاء قوات مشتركة بين البلدين والزيارات المتبادلة وتشارك الخبرات على مستوى رئاسة في هذا المؤتمر تدعم جهود الشعوب التي تعيش على هذه الحدود هي نتيجة ملموسة للإرادة المشتركة للعلاقات الثنائية والتي تشهد تاريخا جديدا وتتجه إلى مستقبل أفضل. من النقاش المثمر على أعلى المستويات والذي تم خلال يومين والتوصيات التي توصلتها الأطراف في هذا المؤتمر تؤكد بشكل كامل هذه الإرادة المشتركة والإصرار على إيجاد حلول دائمة لكل المشاكل التي تقف أمام تحقيق أهداف السلم، الاستقرار، التنمية ورفاهية هذه الشعوب التي تعيش على طول الحدود بين البلدين. أرجو أن أهنئ مرة أخرى الوزراء وحكام الولايات وقادة القوات النظامية وكل الخبراء لهذا العمل الذي قاموا به خلال هذا المؤتمر. كما أشار فخامة رئيس الجمهورية إلى أهمية التعايش السلمي والمشترك بين سكان المناطق الحدودية وأيضا التعاون من أجل بسط الأمن والاستقرار بالمنطقة. نتابع هذه الجزئية من خطاب رئيس الجمهورية. إن التوصيات التي توصلتم إليها في مختلف المجالات والتي تم نقاشها بين الجانبين تشير إلى المصالح المشتركة بين السودان وتشاد، وقد تم إنجاز كل ذلك ليشير إلى نجاح هذه القوات المشتركة بين البلدين لتطوير بيئة تسمح للتعايش السلمي وتبادل القيم بين المجتمعات التي تعيش على الحدود بين البلدين. إذن رفاهية هذه المجتمعات لا يمكن أن تتم من غير سلام، من غير استقرار في هذه الأقاليم. وفي هذا الصدد أرجو أن أشكر كل القوات في القوات المشتركة والتي تقدم التضحيات يوما بعد يوم للحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه الحدود المشتركة. وفي نفس الوقت أعتقد أن هذه المقترحات والتوصيات للمؤتمر يمكن أن تدعم هذه القوات للقيام بدورها والوصول وتوسيع أنشطة هذه القوات حتى حدود إفريقيا الوسطى. دولة تشاد ملتزمة بالقيام بجهد إضافي وبناء على هذه القوة ليمكن أن تستفيد هذه الشعوب على الحدود بين البلدين من ظروف الأمن والاستقرار. إذن ندعو الجميع وندعو الشعوب التي تعيش على هذه الحدود بما في ذلك النازحين أن يدعموا القوات المشتركة في هذه المهمة الشريفة والتي تعمل على زرع روح الأخاء والتعايش السلمي بين هذه المجتمعات لصالح حياة كريمة ولرفاهية هذه الشعوب.
كما أكد فخامة رئيس الجمهورية على ضرورة تفعيل الاتفاقيات والتوصيات هذا المؤتمر وتعزيز الشراكة الاقتصادية والسماح بتسهيل ومرور البضائع بين البلدين. الضيوف الكرام، السيدات والسادة، يأتي هذه المؤتمر كذلك بتوصياته ليشير إلى تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري والتربوي والثقافي. هذه التحديات، تحديات التنمية، تدعونا كما هو مهم في مجال الأمن والاستقرار. علينا أن نحشد كل الطاقات حتى نتمكن من تجاوز هذه التحديات في إطار هذا الالتزام المشترك، ولا يبقى في النهاية إلا أن نقوم بما كل هو ضروري حتى نترجم كل ذلك إلى عمل وأن ترى هذه التوصيات النور. وللوصول إلى ذلك نعتقد أننا نحتاج إلى التفاعل بين المكونات والسلطات المشتركة بين البلدين للاستجابة لتطلعات المجتمعات التي تعيش على الحدود بين البلدين. تلتزم تشاد بالقيام بكل ما هو ضروري لتعطي مزيد من الدعم للتعاون بين البلدين عبر الحدود، وأنا على قناعة أن هذه الإرادة تتوفر لدى أخي العزيز الرئيس عمر حسن أحمد البشير. وبناء على هذه الرؤية أود أن أشير إلى ضرورة إنجاز كل ذلك في أقرب وقت عبر مشاريع للسكة حديد التي تربط السودان بالحدود التشادية. هذا المشروع والذي نعتبر أنه مهم جدا يعتبر محور التنمية بالنسبة للاقتصاد في البلدين، ويساهم بشكل كبير على فتح الطريق أمام تشاد للوصول إلى المياه الإقليمية. وفي هذا الصدد علينا أن نعزز قطاع النقل في كل أشكاله، وأن نقوم بتسهيل كل ما هو ضروري للذين يعملون في هذا الإطار للحركة بحرية وتجاوز كل المعوقات غير المبررة. تحرير قطاع النقل في الواقع يمكن أن يساهم مع أعمال هذا المؤتمر إلى قيام المناطق الحرة بين طرفي الحدود في البلدين، والذي يمكن أن يدعم التبادل التجاري والاقتصادي للتقليل والحد من الفقر في المجتمعات التي تعيش على الحدود بين البلدين. السادة الضيوف، سيداتي سادتي، إن نتائج هذا المنهج الجديد في التعاون بين البلدين على الحدود يدعم قناعتي بأنه ليس هناك خيار غير هذا المسار الذي اخترناه لبناء السلام والاستقرار والتنمية في هذه الأقاليم الحدودية. وعليه علينا أن نستخدم كل هذه الوسائل التي تتوفر لنا حتى نتمكن من الفوز في هذه المعركة والوصول إلى أهداف هذا المؤتمر لصالح الشعبين. اختتام أعمال مؤتمر أمن وتنمية الحدود السودانية أجادية، في الخطاب الذي قدمه الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير أشاد فيه في العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين. نحن قمنا به اليوم هي حقيقة إزالة عملية للفواصل الوضعها استعمار بين الشعبين، ونحن نؤكد أن المسؤولين من جانب السودان حياخذوا هذه التوصيات بقوة، وكل واحد في مجاله
سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو الحكومات الولائية أن يحول هذه التوصيات إلى برامج عمل. لأنه كل ما وردت التوصيات أنا ما أقدر أكرر، سواء هي حركة مواطنين، حركة سلع، هي تنمية حدودية، هي تواصل، إن شاء الله نحن من جانبنا كل المسؤولين حيحولوا هذه التوصيات إلى برامج عملية تنفذ. ونحن إن شاء الله كما ورد في التوصيات أن هذا اللقاء حيكون دوري، السنة في السودان والسنة بعدها في تشاد، في كل دورة نلتقي عشان ما نراجع ما تم من توصيات، وإذا في أي عوائق أن الناس يراجعوها ويزيلوها. نحن كلنا مقتنعين أن هذا التواصل وهذه العلاقة هي مصلحة للبلدين وهي مصلحة للشعبين، وما عندنا أي مصلحة في أن نخلق مشاكل عبر الحدود. نعم في بعض العناصر والمتفلتة والمجرمين موجودين في كل مجتمع، كل مجتمع فيه مجرمين، فيه متفلتين، فيه طماعين، لكن مهمة الأجهزة أن تبطل كل هذه العناصر من أنها تقوم بأي دور في زعزعة الأمن أو الاستقرار في المناطق الحدودية. قيام المنطقة الحرة المشتركة، ولا أتحدث عن مناطق حرة، هي منطقة حرة جزء منها في السودان وجزء في تشاد، دي عشان ما تيسر عملية تبادل السلع بين البلدين، وتكون أيضا هي منطقة تواصل ومنطقة اقتصادية من غير المخازن والتجارة، هي تكون أيضا فيها مناطق صناعية ومناطق سكنية، وتكون مكتملة كمنطقة حضارية جديدة تساهم في رفع الاقتصاد في البلدين ودعم الاقتصاد في البلدين وتنمي المنطقة الحوالينا. ومن الجننة إلى أبشة، حيث عقد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو اجتماع عمل بمدينة أبشة. جمع الاجتماع عدد من حكام أقاليم كل من سيلا وديفيرا والداي وإنيدي شرق. ناقش الاجتماع العديد من القضايا الأمنية والتنموية بالأقاليم المعنية، رشاد طه والمزيد عن هذا الاجتماع. احترام قوانين الدولة وتطبيقها والتصدي لكل أنواع الإجرام، التهريب، الرشوة، السرقة، حيازة الأسلحة، استعمال السيارات العسكرية التويوتا من قبل المواطنين، هو هدف اللقاء الذي جمع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مع حكام الأقاليم الأربع الحدودية سيلا والداي وادي فيرا وإقليم إنيدي الشرق الذين شاركوا في مؤتمر تنمية الحدود التشادية السودانية. اللقاء الذي حضره وزير إدارة الأراضي الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر ومدير المكتب المدني والعسكري لرئيس الجمهورية ومستشاره الأمني، وجه فيه فخامته في هذا اللقاء عناية الحكام بتوعية المواطنين حول أهمية دور الجمهورية الرابعة الهادف إلى تصليح كل العقبات والتصدي لكل أنواع الجريمة. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو شدد خلال هذا اللقاء عن المساواة والعدالة الاجتماعية والاستعداد لاحترام قوانين وبنود الدستور الذي يرى النور نهاية هذا الشهر. واعتبارا من يوم غد 27 من مايو 2018 ستنتهي جميع أنواع الفوضى. وعن تجوال المواطنين داخل البلاد أكد فخامتهم بأن كل الحواجز سترفع ما عدا المناطق الحدودية، مضيفا فخامته بأنه يجب على كل الحكام السعي والعمل من أجل حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم ونشر ثقافة السلام بين أبناء الوطن الواحد، وحس الشعب والمسؤولين على الاهتمام بالتعايش السلمي ونبذ العنف، ولا عذر لمن أنذر. ترأس وزير البترول والطاقة بشير مادي اجتماع خاص بتوفير الطاقة المتجددة. ضم الاجتماع سبع من ممثلي دول وسط أفريقيا لمناقشة مواضيع من شأنها توفير الطاقة المتجددة. عبد الله هارون. يحدث هذا الاجتماع الذي جمع سبع دول لوسط إفريقيا، وهي الكاميرون والكونغو والجابو وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية بالإضافة إلى تشاد،
وذلك لمناقشة مواضيع حول كيفية استخدام الطاقة المتجددة والاستفادة القصوى من هذه الطاقة. في مداخلة ممثلي الدول المشاركة بيّنوا أهمية استخدام الطاقة المتجددة ومساهمتها في التنمية الريفية والحضرية، كما أن لها دور هام في استمرارية العمل دون انقطاع، وإن هذه الطاقة مأخوذة من الطاقة الشمسية وتسخيرها لصالح الإنسان لتلبية حاجاته الخاصة، شاكرين بدورهم الشركاء والمانحين لدعم قطاع الطاقة المتجددة. لدى كلمته الافتتاحية وزير البترول والطاقة بشير ماديه قال إن استخدام الطاقة المتجددة يستفيد منها الإنسان في كثير من الشواغل اليومية. في سنة واحدة عندنا 300 جور أن الهرائي عندنا وهرائي الغيت وشنا ساقيد ندورك هرائي دا يبقى لنا يجيب لنا نار نار دا في شادة كثير ما في وكم بجروب بجروب دا كل ما يجي دونك دا بس في أفريقيا سنترال اليوم دا نجابنا صور بريمير رينيو أنا إنيشيتيف أنا أفريقيا في كلام إنرجي رينوفيلاب كيف نلقوا نار ب ب بهرائي وبري. يذكر أن هذا الاجتماع يناقش خلال حي عدة مواضيع تتعلق بتوفير الطاقة المتجددة في تلك الدول حتى يستفيد الإنسان الإفريقي من مصادر الطبيعة. شارك وزير البيئة والصيد المياه صديق عبد الكريم حجار في أعمال الملتقى الخاص بالبيئة الذي احتضنته أبو ظبي في محاولة لإيجاد سبل جديدة تسمح بنقل بعض من الحيوانات النادرة. هذه الحيوانات تنقل إلى محميات وادي ريما ووادي هشام بإقليم وادي فرا. محمد آدم محمد والمزيد عن هذا الملتقى. العلاقات المشتركة بين البلاد والإمارات العربية المتحدة تسعى إلى توطيد الدبلوماسية في المجالات المختلفة سيما الثروة الحيوانية. وحول هذا فقد شارك وزير البيئة والمياه والصيد صديق عبد الكريم حقار في عمل الملتقى الخاص لمناقشة وإيجاد سبل تنقل بعض الحيوانات إلى محميات وادي ريمي ووادي هشام التي تقع في إقليم وادي فيرا بشمال البلاد. وقد دارت فعاليات الملتقى في الفترة من 22 حتى 23 من الشهر الحالي بأبو ظبي عاصمة دولة إمارات العربية المتحدة، وجاء ذلك عقب التوقيع على بروتوكول تعاون بين البلاد والإمارات العربية المتحدة ينص لعودة بعض الحيوانات التي في طريقها للإنقراض وبحث مكان مهيأ لتعيش فيه. وكانت الاتفاقية الأولى في عام 2014 وعام 2016 بعودة قرابة 160 رأس من الغزلان البرية. وخلال زيارته فإن وزير البيئة والمياه والصيد قد أشار إلى متانة العلاقات المتميزة في إطار المصالح المشتركة في الحفاظ على الثروة الحيوانية وفق منهجية ورؤية الشيخ زايد الذي قام بوضع برنامج قبل 60 عاما، ذلك في سبيل البحث عن أرضية ملائمة للحفاظ على بعض الحيوانات البرية النادرة. من جانب آخر فقد عقد الوزير الصديق عبد الكريم حقال جلسات عمل مختلفة أبرزها مع الأمين التنفيذي للوكالة الإماراتية للبيئة الشيخ سالم الدهيري، وقد تبادل الطرفان سبل تقوية وتعزيز العلاقات حول هذا القطاع الحيوي التي تتمتع بها البلدين عبر مشروع إصلاحي وتجديد الطاقة المتجددة عبر شراكة قوية تتدفق ثمارها لصالح البلدين. كما طلب الشيخ سالم الدهيري ضرورة تكثيف الجهود لإنجاح هذا المشروع وتقديم اعتمادها لأقرب وقت ممكن. ترأس وزير الثقافة الحرف اليدوية جبير يونس أعمال الجلسة التفكرية مع ممثلي الوكالات السياحية. محمد صالح الحسين. تتمتع بلادنا تشاد بالعديد من المواقع السياحية والتي تحتاج إلى توظيف القدرات المهنية وتنظيم القطاع السياحي لجلب السواح. وفي هذا الشأن قام وزير الشباب والسياحة والثقافة والرياضة والحرف اليدوية جبير يونس بجانبه المنسق العام للسياحة والحرف اليدوية أبكر روزي بتنظيم جلسة تفاكرية وبلورت كل الحقائق الميدانية المتعلقة بالسياحة في تشاد بغرض تنظيم المهرجان السياحي القادم ومعرفة جاهزية وكالات السفر والسياحة لجلب السياح إلى البلاد. هذا وقد شارك في هذه الجلسة ممثلي الوكالات السياحية والشركاء والممولين الأوروبيين وغيرهم، وتعهدت العديد من الوكالات السياحية بالعمل في تشاد وأبدوا رغبتهم المشاركة في انطلاقة عمل المهرجان السياحي القادم في البلاد. وللتذكير فقد تم عقد هذا اللقاء مع الشركاء والممولين في السياحة بمقر سفارة البلاد لدى فرنسا.
يصادف اليوم 26 من أبريل اليوم العالمي للتقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وبهذه المناسبة قدمت قبل قليل وزيرة الإعلام مادلين ألينغي حديثا صحفيا أشارت فيه إلى أهمية هذا اليوم. ترجمة البيان محمود موسى الفيل. نحن نعيش في وقت التكنولوجيا والمعلومات الحديثة، وهذا يتطلب الإبداع والابتكار، وفي هذا العصر الرقمي يستوجب المساواة بين الرجل والمرأة. وبحسب نظرة رئيس الجمهورية فإن الفتيات والنساء هن قوة التعبير، لذا يجب أن نستثمر القوى الشابة من الفتيات في مجالات التكنولوجيا الحديثة، لأن الشباب قد قطعوا شوطا في هذا الجانب، ومن الضروري دعم وتقوية الفتيات في المؤسسات التكنولوجية والاستفادة في هذا الجانب، وكذا فتح فرص للفتيات للإبداع في هذا المجال لاستغلاليتهن ورفع التحديات الاجتماعية التي تواجه المرأة. إن وزارة البريد والتكنولوجيا الحديثة وشركائها في كل عام يعطون أهمية كبرى لهذا القطاع، وإن التاريخ 26 من أبريل وحتى 7 من مايو سيحتوي على نشاطات مختلفة خلال أسبوع واحد، لذا أدعو الجميع للمشاركة لاستكشاف المعلومات والتقنيات الحديثة. شهدت قرية أوديو تنصيب أعضاء المكتب الأبيض لحاج هيدا ديبي بحضور الأعضاء التنفيذيين للمكتب الأبيض ومكاتب المساندة وجمع من الإداريين والسلطات التقليديين. أحمد خميس. وسط حشد جماهيري كبير من المناضلين والمناضلات الذين قدموا من مختلف المناطق التابعة للمركز الإداري لميلو، انطلق حفل التنصيب بالكلمة الترحيبية للمنسق الفرعي لمكتب الأبيض بميلو، شاكرا خلالها الحضور لتلبيتهم الدعوة. ثم جاءت فقرة قراءة القرار رقم 30 القاضي بتعيين أعضاء المكتب الفرعي لمكتب الأبيض لتجمع تجمع الفل به، والذي يتكون من أكثر من 80 عضوا يترأسهم لوان درمان آدم. تلا ذلك تهنئة حارة من قبل وفد المكتب التنفيذي الذي جاء خصيصا لتنصيب الأعضاء، يقوده المنسق الوطني الدكتور عبد الله آدم جرو. رئيس المكتب الفرعي لمكتب الأبيض لتجمع الفل به لوان درمان آدم قدم الشكر للحضور وللأعضاء بالثقة التي منحوها إياه على ترأس المكتب. من ثم قدم المنسق الوطني للمكتب الأبيض لحاج هيغا ديبي إتنو الدكتور عبد الله آدم جرو كلمة التنصيب الرسمية، الذي شكر في البدء كل المناضلين الذين تكبدوا المشاق لحضور حفل التنصيب، كما هنأ أعضاء المكتب الجدد على استعدادهم التام لرفع كل التحديات واعتماد البنود الأساسية لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بجانب مؤسسها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، مضيفا بأن الهدف من تنصيب المكتب لتجمع الفل به لأجل تحسين الترابط في العمل الميداني مع باقي مكاتب المساندة، وطلب منهم توخي الحذر واليقظة الدائمة في مواجهة التحديات. من ثم قدم القرار للمنسق الفرعي للمكتب الأبيض لقرية أوديو التابعة للمركز الإداري لميلو. قدمت الأمينة العامة لحزب الوحدة من أجل السلام والديمقراطية زينب حسن يونس حديثا صحفيا حول مخرجات المنتدى الوطني الشامل، جزء من هذا الحديث. نحن نخطر في هذه السانحة عن مبادئ الحزب وموقعنا حيال الحياة السياسية في البلاد، حيث شاركنا بكل فعالية في عملية إرساء دعائم السلام الاجتماعي في البلاد، كما أننا شاركنا في عملية التعايش السلمي والبحث عن حلول للسلام الاجتماعي والديمقراطي وكذلك التنمية. وإننا أيضا كحزب سياسي في البلاد نأمل الآتي: إحداث تغيير في السلوك العام وتقوية وإرساء دعائم دولة القانون والإدارة الرشيدة وتعزيز دور السلطات التقليدية والعمل على توظيف القضاء وتطوير المرأة والشباب وكذا السعي إلى وجود حلول جذرية لكل مكونات المجتمع التشادي.
وإلى الدورة التدريبية التي نظمتها جمعية تطوير المؤسسات التكنولوجية يوما إخباريا حول أهمية التكنولوجيا واستغلالها لصالح طلاب المدارس. حسن جدة. يعتبر التطور التكنولوجي من أهم مقومات الحياة في العصر الحالي، حيث لا يمكننا إنكار فضل التكنولوجيا وما توفره من تقنيات تهتم بتسهيل طرق التواصل وقرب المسافات للمجتمع. وعليه جاء هذا اليوم الإخباري والتوعوي الذي استهدف مجموعة من تلاميذ المدارس وطلاب المعاهد حول أهمية التكنولوجيا في حياة المجتمع وما يمكن أن تقدمه من خدمات مختلفة في إزاحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وخلال كلمة الافتتاح تحدثت رئيسة الجمعية من أجل تنمية المؤسسات التكنولوجية في تشاد عائشة آدم عبد الله عن أهمية استغلال التكنولوجيا في الحياة اليومية. كما قدم عرض توضيحي حول الاستخدامات المتنوعة للتكنولوجيا الحديثة. عائشة صالح دمان الأمينة العامة لوزارة البوسطة التكنولوجيا الحديثة والإعلام تحدثت هي الأخرى عن الوظائف الهامة للتكنولوجيا وتسخيرها إيجابيا. من ثم عرض المؤتمرون تجربتهم في استغلال التكنولوجيا الحديثة خاصة في هذا العصر الذي يعرف بعصر الانفجار المعلوماتي. أقام مشروع دعم جمعيات المجتمع ورشة بمدينة مساكوري لمناديب الجمعيات والمنظمات المدنية لخمس أقاليم في إطار تفعيل النصوص التي تسير عمل الجمعيات التي أعدها المشروع. ترأس الورشة الأمين العام لإقليم حجر لميس عز الدين الأمين. مسؤولو جمعيات ومنظمات مدنية من خمسة أقاليم بالبلاد شاركوا في أعمال الورشة ما بين الأقاليم التي أقامها مشروع دعم جمعيات المجتمع المدني المدعوم من الاتحاد الأوروبي. الأقاليم الخمس هي إقليم بحر الغزال وكانم وحجر لميس وشاريبة قرمي وإقليم البحيرة. وتتعلق الورشة ما بين الأقاليم هذه بدراسة وتفعيل النصوص المستقبلية وشرعية مشاريع منظمات المجتمع المدني في تشاد. وخلال افتتاح فعاليات الورشة قال منسق مشروع دعم جمعيات المجتمع المدني محمد قليم ملاه إن المشروع يعمل على تعزيز دور الجمعيات والمنظمات المدنية ودعم مشروعاتها الطموحة، وأبدى سعي المشروع من خلال هذه الورشة إلى تنظيم عمل جمعيات المجتمع المدني وعرض مقترح لتنظيم العمل ما بين المنظمات المدنية في كيفية أخذ التصاريح والشروع في النشاط قبل نيلها وشرح التفاصيل القانونية الدقيقة المتعلقة بتسهيل العمل قبل وبعد التصريح. أما الأمين العام لإقليم حجر لميس سبي بوكر ولدى ترأسه لفعاليات الورشة قال إن موضوع الورشة يسهل كثيرا عمل الجمعيات والمنظمات، ولا يقتصر على ذلك فقط بل يمنح الجهات المعنية سهولة في التعامل مع التجمعات المدنية، إذ أنها تلعب دورا فاعلا في مؤازرة الحكومة في المجالات المتعددة خصوصا نهج التنمية الذي تبنته الدولة. هذا وقد خرج المشاركون في الورشة بتوصيات تناشد بمزيد من الدعم للجمعيات والمنظمات المدنية، وطالبوا كذلك بترجمة النصوص التي عدها المشروع إلى اللغة العربية على اعتبار أن تشاد ينص دستورها على العمل باللغتين في كل الوثائق والمجالات. ومن المقرر أن ينظم المشروع مثل هذه الورش في باقي الأقاليم. ومن مدينة مساكوري إلى مدينة آتيا حيث قام وفد من حزب التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين بزيارة إلى مدينة آتيا أشرفوا على تشكيل وتنصيب أعضاء الخلايا الفرعية التابعة لإقليم البطحاء. محمد طاهر جبرين الحر. حزب تجمع الديمقراطيين التشاديين يعد العدة للسباق الانتخابي التشريعي الوشيك. ضمن هذا الحراك وصلت بعثة من المكتب السياسي للحزب إلى مدينة آتيا لتشكل وتنصب خلايا الحزب الثلاث، وهي الفيدرالية الإقليمية بالبطحة المكونة من 16 عضوا برئاسة يعقوب خميس، مكتب النساء الديمقراطيات بالبطحة برئاسة ثريا فيليكس مالوم، ومكتب الشباب الديمقراطيين الذي يرأسه الحاج حسن عقيد. رئيس الوفد الأمين المكلف بالإعلام التدريب والتوعية إمبيه غولمون سيباسيان قال في خطابه التنصيبي إن من أهداف الرئيس المؤسس للحزب بايمي باداكي ألبير هو خلق وتعزيز مجتمع ديمقراطي وحدوي، وإن الحزب ينتظر من مناضليه في البطحة أن يخرجوا من بينهم نوابا برلمانيين وأعضاء مجالس البلديات خلال الانتخابات القادمة. هذا التحدي تعهد الرئيس الجديد للفيدرالية الإقليمية بالبطحاء يعقوب خميس برفعه، وانتهز الفرصة لتهنئة الرئيس المؤسس بايمي باداكي ألبير على حسن تنظيم ونجاح المنطقة الوطني الشامل الذي انعقد مؤخرا.
وبالعودة إلى العاصمة أنجمينا، حيث افتتح صباح اليوم بقصر 15 من يناير فعاليات معرض الأنشطة الثقافية لحملة اقرأ في الموسم الرابع لها. آدم حسن مكاوي. جاء الموسم الرابع لحملة اقرأ، فتجمهر القوم من كل حدب وصوب ليروا مآثر ومكارم ما جادت به اقرأ. فأزيح الستار وانكشف على الملأ مسيرة النجاح المصاحبة لهتفات أمة تقرأ أمة خالدة. احتفالية افتتاح المعرض والأنشطة الثقافية كانت بداية اسمية ليس إلا، وهذا ما تكفل بترجمته التقرير المصور لأنشطة منسقية الحملة لموسمها الرابع، حيث كان أريج اقرأ في 62 مؤسسة تعليمية عربية وفرنسية يفوح بعبيق يدلك بأن اقرأ مرت من هنا لكونها شيدت مكتبة مدرسية أو نشرت ثقافة القراءة فيها ليكون الكتاب قريبا وصاحبا للجميع، بالإضافة إلى الندوات والمحاضرات وبادرة أنجمينا تقرأ. أمين معرض الحملة علي بشر آدم في حديثه قال بأن تخصيص يوما عالميا للكتاب ما هو إلا خطوة لإعادة الكتاب إلى مكانته الشامخة، لافتا الانتباه بأن معرض الكتاب المصاحب لحملة اقرأ يعد ظاهرة ثقافية علمية شأنه أن يكون المجتمع التشادي مجتمعا واعيا. حملة اقرأ دعوة صريحة للتحلق حول مائدة الكتاب، هذا ما صرح به المنسق العام النائب لحملة اقرأ. توسعت حملة اقرأ هذا العام لتصل إلى 7 أقاليم، حيث نفذت الحملة في تلك الأقاليم عدة برامج، إضافة إلى توعية مدرسية شملت العديد من مؤسسات تلك الأقاليم. السادة أصدقاء الكتاب، لئن تم بذل الكثير من الجهود خلال الأربع سنوات الفائتة في سبيل الارتقاء بالقراءة على المستوى الوطني، فإن هذه الجهود ستسهب سدى ما لم يأخذ الاهتمام بالقراءة مكانه بشكل عملي في أوساط هذا المجتمع. بعدها تحركت الحشود وصولا لمعرض الكتاب الذي قطع شريطه مستشار رئيس الجمهورية بالتربية الوطنية والتعليم الدكتور حسين مسار حسين إذانا بافتتاح المعرض رسميا، وقيامه بزيارة أركان المعرض وتصريحه بعد الزيارة بالتالي. ونحن نشجع مثل هذه وندعو الشباب على ضرورة أن مواصلة القراءة والاهتمام بالقراءة، وأيضا أنا أتمنى مثل هذه الحملة أن تتحول إلى منظمة مدنية لتساهم في الحياة المدنية. إن رئيس الجمهورية يهتم بالمجتمع المدني، أريد منكم أنتم الشباب الذين تعملون لنهضة البلد وتنمية هذا الوطن أن تندمجوا مع مشروع النهضة، مشروع البرنامج الجمهورية الرابعة الذي يعتمد على شباب أمثالكم. حملة اقرأ بكل هذا الكم لقد حققت ما هو مطلوب بتضحيات جسام ضمنت للحملة استغلاليتها وريادتها لتبقى فكرة آمن بها شباب. نشب حريق هائل بسوق مدينة زوار بإقليم تبستي، تسبب الحريق في إحداث خسائر كبيرة. عائشة دوقي والتفاصيل هذا الحريق. تعرض سوق مدينة زوارة بإقليم تبستي إلى نوع من الأضرار الطبيعية، حيث شب حريق مدمر في سوق المدينة، وذلك في ليلة 13 من الشهر الجاري، مما نتج عنه خسائر مادية كبيرة متمثلة في أنواع من المواد الاستهلاكية وأخرى مواد تجارية مستوردة قدرت بالملايين من الفرنكات الإفريقية. عمدة بلدية مدينة زوارة موسى جوني أكد لدى وقوفه في موقع الحادث أذى بأن سبب نشوب الحريق هو وجود السوق بالقرب من المنازل السكنية، الأمر الذي قاد إلى وقوع مثل هذه الحوادث، لذا يتطلب من السكان أخذ التدابير اللازمة والحيطة لتفادي هذه الحوادث، مقدما في نهاية كلمته نداعا لفاعلي الخير بتقديم يد العون ومساعدة المتضررين من التجار. نظم صليب الأحمر التشادي بالتعاون مع صليب الأحمر النيجيري ورشة تدريبية حول الأعمال التطوعية بمركز اللاجئين. عبد الرحمن آدم رحمة. إن عملية تدفق اللاجئين بالأراضي التشادية والنيجيرية بسبب فعل الجماعة الإرهابية البوكو حرام التي زرعت الخوف في وسط بعض من سكان المناطق الحدودية بهاتين الدولتين
الذين هم في أمس الحوجة إلى العمل الإنساني والتطوعي من حيث خدمات الرعاية الصحية وكذا تذليل الصعاب عند حالات الطوارئ والكوارث، الأمر الذي جمع أعضاء لجنة الصليب الأحمر لكل من تشاد والنيجر بحضرة إقليم البحيرة مدينة بول، وذلك بهدف تبادل الخبرات والعمل سويا من أجل وضع خطة مشتركة للعمل التطوعي والإنساني تجاه الآئدين. وقد استهلت المناسبة بكلمة رئيس لجنة الصليب الأحمر فرع البحيرة أبكر أبدو، والذي شكر بدوره أعضاء لجنة الصليب الأحمر بدولة النيجر، وقد وصف هذا اللقاء بأنه فاتحة لتعزيز العمل المشترك بين الصليب الأحمر التشادي والنيجري، كما يعتبر بادرة لتفعيل الخطة التي من خلالها يتم العمل في هذا المجال الإنساني. ومن ثم فقد تداولت الكلمات تبعا لكل من ممثل لجنة الصليب الأحمر بدولة النيجر الهاجي أليدو وممثل لجنة الصليب الأحمر الدولية جورج أدين مونوس وكذا الأمين العام للجنة الصليب الأحمر التشادية، كلهم أعربوا عن فرحتهم على تنظيم هذه الورشة الثنائية بين تشاد والنيجر خاصة للمدن الحدودية التي عانت كثيرا من فعل الجماعات الإرهابية في السابق، وأصبح هناك عدد كبير من سكان هذه المناطق راحوا ضحية لهذا الفعل اللا إنساني. المستشار الأمني لحاكم إقليم البحيرة جيموياس وابابي هو الآخر فقد ثمن على هذه البادرة التي شرعت فيها لجنة الصليب الأحمر، ودعا المشاركين إلى الاستفادة القصوى من تبادل الخبرات ودمج الأفكار والتوجه نحو بلوغ الأهداف المرجوة للجنة الصليب الأحمر وفقا للعمل الإنساني والتطوعي. وتبقى الإشارة إلى أن هذه الورشة شارك فيها عدد من أعضاء لجنة الصليب الأحمر الدولية وتستمر لمدة يومين بمدينة بول حضرة إقليم البحيرة. وصلتنا للتو مجموعة من البرقيات، برقيات تهنئة مقدمة من رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى رئيس جمهورية توغو بمناسبة الذكرى 58 لعيد استقلال جمهورية توغو الذي يصادف 27. باسم الشعب والحكومة التشادية نتقدم لكم وللشعب التوغولي بأسمى آيات التبريكات والتهاني بهذه الذكرى الخالدة لدى الشعب التوغولي، وأجدد لكم يا أخي الرئيس وقوفنا معكم بالدعم وتقوية العلاقات بين البلدين والشعبين. توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. برقية تهنئة من رئيس الجمهورية إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بكل عبارات التقدير والاحترام أتقدم لكم باسمي وباسم الشعب التشادي وحكومته وباسمي شخصيا، تهانينا الحارة لكم وللشعب جنوب أفريقيا بمناسبة عيد الحرية الذي يصادف 27 من كل عام، وأنتهز هذه الفرصة لأجدد لكم عواصر علاقات الأخوة والتقدير. التوقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. نلفت عناية السادة المشاهدين أن النشرة الإخبارية بالدارجية ستأتيكم في تمام الساعة 9:45. هكذا مشاهدينا ننهي النشرة الرئيسية لهذا المساء، لكم مني أطيب المنى، في أمان الله. Ah.